الناس اللي مش متقبلين الفكرة أو الناس اللي مازال ما وصلهمش الفكرة مثلا. ويعني حتى المواد بحكم الميول هنا في بلادنا يعني ما تحس ان الفن شيء مركزين او مسطين عليه ضي واجد. لذلك فكانت من هذه من الصعوبات حيث ما فيش ادوات واجد، ما فيش خام واجد، فكان في صعوبة اني اقدر يعني نطور نفسي بشكل اسرع، لان كان يعني الموضوع مش كل الدعم اللوجستي متوفر يعني. فحبيت اني ندير تحديات، حبيت اني نجرب حاجات جديده، ويعني مازال قاعد نكتشف الموضوع، مازال نحاول نطور نفسي. ممكن في يوم من الايام نديروا يعني كيف نقول لك خانه جديده في الفن، او حاجه جديده، او نظام جديد للرسامين غير الرسم الاعتيادي المعروف.